السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي أهلا بكم مرة تانية جزء جديد معلومات جديدة هنعرفها ونفهمها وندرسها مع بعض عن إيه؟ برضو عن الكيميكال رياكشن احنا خدنا قبل كده جزء من لسن وان على الكيميكال رياكشن طب المرة دي هنتكلم على إيه؟ هنتكلم عن جزء جديد تعالوا نشوف ايه هو وقبل ما نشوفه هنشوف السؤال بتاع المره اللي فاتت كلمنا question كان بيقول ايه؟ what's meant by chemical reaction and number two thermal decomposition reaction what's meant by يعني هقول ال definition بتاع كل واحد اول واحد chemical reaction it's the breaking chemical reaction it's the breaking bond between reactants and forming new bonds between products طب وتاني واحد thermal decomposition reaction بقول كده it means the type of chemical reaction by which the compound decomposed decomposed يتكسر يتحلل by heat energy into يا يعني اما two elements or two compound or compound and elements تعالوا نشوف المرة دي هنتكلم على ايه جزء برضو تبع الكيميكال رياكشن بس من زاوية تانية اللي هو ايه نوع تاني من الكيميكال رياكشن اسمه substitution reaction what's meant by substitution reaction it is the type of chemical reaction In which the active metal substitute or replace another metal less active than the, in its compound, due to what? Due to chemical activity series. Bemane, I group of metals and hydrogen that are arranged in a group. Which one is the strongest one, and which one is the lowest one in the energy, or the least one in energy? Minil akwa, minil الاقوى هو اللي هيحل محل الاضعف ازاي تعال شوف الاول الديفينيشن بتاع السيريس دي واشوف ايه اللي هيحصل كيميكال اكتيفيتي سيريس ات مينز وات معناها ايه الكيميكال اكتيفيتي سيريس ذاتس ذا ارانجمنت اوفエレمنت ان ديسيندينج اوردر ديو تو ديجري اوف ذير كيميكال اكتيفيتي زي ما انا شايفها كده قدامي يبقى في صوديوم وفي بوتاسيوم الاول خالص وبعدين الصوديوم وبعدين باريوم وبعدين كالسيوم وهكذا لغاية لما أوصل للهيدروجين طب وبعد كده we have another elements أو بمعنى أدق شوية metals after hydrogen برضو copper, mercury, silver, gold يبقى أقل واحد في الكيميكال activity is gold عشان كده أي حاجة مصنوعة من الجولد ممكن نغسلها بمية وصابون ممكن ننظفها بأي أسد موجود من غير ما يعمل أي كيميكال رياكشن طب وإيه الفايدة من ده فايدة أن أنا عندي strong metal weak metal السترونج هيحل محل weak ان اتس كومباوند ملحوظه صغيره عندي all elements above the hydrogen in this series replace hydrogen يعني الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ممكن يحل محل الهيدروجين في الكومباوند اللي هو موجود فيه اللي هو الاسد طب وبعد كده وممكن كمان يحل محل مين يحل محل الـ elements او metals اللي هي بعد الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي series. عشان افهم اكتر substitution reaction هو عنده two types تعالوا نشوف ايه هي types بتاعته substitution reaction are classified into two types number one simple substitution reaction and number two double substitution reaction طب ايه الفرق ما هو من اسمه باين هي simple substitution with double substitution طب simple it means what تعالوا نشوف simple substitution reaction they are reaction in which one element من السيريس اللي احنا قلناها دي substitute another element برضو من نفس السيريس in its compound يعني element بدل element مين اللي هيحل محل التاني the strongest one replace another weak one تعالوا نشوف ازاي عشان افهم substitution between these elements activity number one We have metal substitution of hydrogen in water. ازاي؟ تعالوا نشوف زي الشكل اللي قدامي موجود دلوقتي اهو. Put small piece of sodium by using tongue. لازم امسك الصوديوم بتونج بماسك علشان sodium is very dangerous element. I put it in some amount of water. Touch the glass of water carefully. بعد ما يحصل الرياكشن اللي انا هشوفه او اللي انا شايفه قدامي ده اشوف بس ممكن احط ايدي كده على البيكر او على الكانتينر ليه هعرف حاجه دلوقتي طب وات ذا اوبزرفيشن اوف this رياكشن تعالوا شوف صوديوم بيرنز وذ pop ساوند زي ما انا شايف كده قدامي وجلاس اوف ووتر بيكامز وورم يعني سخنت ايه اللي حصل في هيت انرجي طلعت من الكيميكال رياكشن اه طب هي يا مستر كانت الووتر اصلا hot لا 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 هي كانت كولد وانا حطيت البيس اوف صوديوم chemical reaction that takes place between sodium and water طب ليه because sodium is a strong element that replace hydrogen from water والهيدروجين weak element تعالوا نشوف مع بعض احنا فهمنا ايه من ال activity ده conclusion the reaction between sodium and water that produced heat energy and hydrogen gas is evolved from this reaction طيب هنكتب الايكويشن عشان نفهم Na sodium plus H2O water ايه اللي هيحصل؟ without heat energy without اي حاجة تانية sodium replace hydrogen of water وهيطلعه لي بره وبعدين يقعد مكانه ازاي؟ sodium Na plus H2O اللي هي الوتر give us NaOH plus H2 يعني كده الصوديوم حل محل الهيدروجين في الوتر وطلعه بره خالص اللي هو طلع ببوب ساوند وهيت انرجي زي ما احنا شفنا تعالوا نشوف اكتيفيتي تاني عشان برضو نفهم معنى كلمة substitution reaction المرة دي هنعملها بشكل مختلف شوية ازاي مثل substitution hydrogen in its acid يعني الهيدروجين موجود المرة دي في الأسيد مش موجود في الووتر طيب الشكل اللي قدامي بيقول لي ايه أنا عندي three elements we have zinc we have copper and aluminium طيب الستبس بتاعتي put three equal sheets zinc first test tube second one is aluminium and in the second one and the third one is copper in in what in hydrochloric acid HCl بعد كده الستيب الثانيه pour an equal amounts of dilute hydrochloric acid in each test tube بعد ما حطيت الاليمنتس دي في الاسيد ايه اللي هيحصل هيحصل الاتي observation the reaction takes place in zinc test tube immediately في وقته في ساعتها الزنك هيعمل رياكشن مع الاسيد اول ما بحطه طيب تاني واحد مين هيعمل الرياكشن بس بعد فتره الالومنيوم طب تالت واحد اللي هو الكابر it doesn't make any reaction يفضل زي ما هو طيب انا فهمت ايه من الكلام ده عندي الكونكلوجن metal that comes before hydrogen in chemical activity series can replace hydrogen of dilute acid in its solution forming salt and acid Of hydrogen gas evolved. طيب مين اللي عمل السبستيتيوشن مين اللي عمل الريأكشن؟ الزنك والألمنيوم. ليه؟ Because they are before hydrogen in chemical activity series. طب تعالوا نشوف الإيكويشن. Zn اللي هو الزنك بلس 2HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد acid dilute. خلي بالنا إن هو dilute. اوكي okay. on the arrow. وبعد كده هيحصل إيه؟ هشيل الزنك. هيحل محل الهيدروجين اللي موجود عندي في الاسيد في الاتش سي ال هيبقى زد 2 بلس اتش2 والهيدروجين يطلع بره الرياكشن خالص. طيب تاني واحد مين؟ الومنيوم 2 al بلس 6 hcl سي ال dilute برضو. هيديني مين؟ هيديني الال 3 2ال 3 ليه؟ علشان الالومنيوم more active than hydrogen in its acid فهيحل محله Plus hydrogen ويطلع برا الهيدروجين خالص طيب والكبر هقول كده Copper plus HCl dilute we have no reaction ازاي مستر مش هو الكبر هيحل محل الهيدروجين برضو لا ليه الكبر is after hydrogen in chemical activity series So it is least one out less active than hydrogen فمش هيحل محله اصلا أكتيفيتي تاني علشان برضه نفهم يعني ايه الـ substitution. metal substitute another metal المرة اللي فاتت كان بيتكلم على metal replace hydrogen المرة دي metal بدل metal طب ايه الفكرة؟ نفس الحكاية ده انا عندي strong metal weak metal تعالوا نشوف في الشكل اللي قدامي ده put magnesium sheet in test tube containing blue copper sulfate solution أنا حاطط ليه هنا بلو copper sulfate solution علشان أشوف التغير اللي هيحصل إيه لازم يكون حاجة فيها color عشان أعرف التغير اللي هيحصل بعد ما احط المغنيزيوم بعد ما حطيته إيه اللي هيحصل تعالوا نشوف ده بلو color of copper sulfate disappears and reddish brown precipitate is formed يعني color ال blue color ده هيختفي وهيظهر لي بعد كده reddish brown color أو ممكن يوصل لغاية الريد red color طب ليه ده كله؟ Because magnesium replace copper from its compound من الـ copper تعالوا مع بعض نشوف الـ conclusion ايه هو؟ Conclusion: magnesium is more active than copper so it substitute ده another element or weak element from its compound. انهي element وانهي ـ element؟ magnesium replace copper from its compound. ليه؟ لأن المغنيزيوم هو الأقوى. تعالوا نشوف هنكتب الـ equation ازاي؟ Mg مجنيزم plus COSO4 اللي هو Copper Sulfate in Blue Color give us what give us magnesium sulfate اللي هو MGSO4 اللي هو هيديني colorless solution plus what plus copper اللي هو CO وهيديني red-brown PPT او reddish-brown PPT اتكلمنا دلوقتي عن النوع الأول من الـ substitution اللي هو Simple Substitution تعالوا نشوف النوع الثاني بتاعنا بيتكلم عن ايه اللي هو second one اللي هو double substitution reaction double substitution معناه ان في حاكتين هيبدلوا مع بعض ايه هما تعالوا نشوف definition double substitution reaction it is a reaction between two different compounds in which double substitution between ions تاني between ions takes place to form a new compounds two new compounds طيب عندي ليه انواع اكيد double substitution reaction divided or classified into reaction between an acid and alkali اللي هو اسمه neutralization reaction second one reaction between an acid and salt بعدين number three عندي reaction between two salt solutions والتلاته هيحصل فيهم reaction والتلاتة هيحصل فيهم substitution، which type double substitution reaction. تعالوا نشوف: reaction between the acid and alkali اللي هو neutralization reaction. It is a chemical reaction between acid and alkali to form salt and water. طيب ازاي؟ ناخد example بسيط: HCl hydrochloric acid plus NaOH. هيدروكسايد اور صوديوم هيدروكسيد اللي هو بقول عليه الكالي سوليوشن طب ايه اللي هيحصل تعالوا نقسم كده الكومباوندز اتش سي ال ادي 2 وان اي لوحده او OH اتش لوحده يبقى كده كم جزء موجود عندي فور بارتس هاخد الاول من اول كومباوند من الاتش سي ال هاخد الاتش مع او اتش OH وهيديني اتش 2 او طب وبعد كده ايه اللي فاضل هاخد ال ان اي من الكومباوند الثاني او من الالكالي وهعمل معاه رياكشن او هعمل سبستيتيوشن مع مين؟ مع سي ال هاخد ان اي سي ال يتكون صوديوم كلورايد تعالوا نكتب الايكويشن كلها مع بعض اتش سي ال بلس ان اي او جيف اس ان سي ال صوديوم كلورايد بلس اتش 2 او ووتر تعالوا نشوف اكتيفيتي تاني وايكويشن تانيه ورياكشن تاني على الدبل سبستيتيوشن ازاي؟ المرة دي double substitution between acid and salt تعالوا نشوف الأكّتيفيتي اللي قدامنا ده هيتعمل إزاي steps put an amount of dilute hydrochloric acid in a flask put the lesser amount of sodium carbonate in a balloon يعني أنا هحط شوية sodium carbonate في بالون. وبعدين insert the top of this balloon over the edge of the flask يعني هحط البالونة فوق التست تيوب، هقفل على التست تيوب بالبالون. طيب وبعدين ايه اللي هيحصل لما الباودر اللي موجوده عندي في الصوديوم كربونيت تنزل جوه التست تيوب مع الـ مع الهيدروكلوريك أسيد أو ال HCl؟ ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي أنا عايز أوصل له. Observation: we have the ever happen inside the flask في فوران هيحصل جوه الفلاسك بتاعتي. طب وبعد كده a balloon is blown up تتنفخ 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 طب وبعدين ليه ده كله بيحصل؟ Because we have chemical reaction. We have double substitution between these two compounds. طب ايه الدبل سبستتيوشن اللي حصل؟ وايه الجاس اللي طلع اللي نفخ البالون ده؟ اللي Lion ووتر برضه تمام becomes turbid بسبب الجاس ده؟ طيب ايه اللي ايه اللي حصل لده كله؟ تعالوا نشوف. What do you conclude from this؟ Hydrochloric acid react with sodium carbonate فورمينج الصوديوم كلورايد اوكي معروف ماشي اوكي صوديوم كلورايد معروف طب وبعدين water and كاربون carbon dioxide gas evolve from this reaction and turbid the lime water يعني في عندي كاربون دايكسايد هو الجاس اللي نفخ البالون اه تعال نشوف الايكويشن هكتبها ازاي Na2CO3 plus 2HCl ايه اللي حصل ايه الدبل سبستيوشن اللي حصل نقول الصوديوم خد CL ال وطلع عملي 2 ان اي سي ال اللي هو الصوديوم كلوريد طيب والهيدروجين اللي موجوده عندي 2 هيدروجين خدت واحده اكسجين وطلعت H2O وبعد كده كربون دايكسيد فضل لوحده من ال CO3 وطلع من الرياكشن خالص CO2 هو ده اللي عمل بلوينج اب للبالون Example تاني عشان افهم الدبل سبستيوشن اللي هو التالت نوع احنا اتكلمنا عليه reaction between two salt solution يعني المره دي two salt solution وهيعملوا double substitution مع بعض ده اسهل نوع موجود عندي تعالوا نشوف الاكتيفيتي قدامي اهو the reaction between two salt solution is accompanied by the formation of precipitate لازم يطلع عندي precipitate في عندي راسب هيفضل مش هيدوب في الميه تعالوا نشوف الاكزامبل بتاعي reaction between sodium chloride solution ان سيلفر نايتريت سوليوشن وزي ما انا شايف في الفيديو كده ايه اللي هيحصل صوديوم كلورايد سوليوشن رياكت ويز سيلفر نايتريت اند جيف ذا صوديوم نايتريت سوليوشن اند وايت بريسيبيتيت اوف سيلفر كلورايد سيلفر كلورايد اي جي سي ال ده مش هيدوب في الميه ده هيديني راسب تقيل قوي لونه ابيض وهيفضل زي ما هو هو ده اللي انا عايز اوصل له من الرياكشن ده طيب الايكويشن شكلها ايه NaCl sodium chloride plus AgNO3 silver nitrate give us what بدل يا سيدي هنبدل ازاي للNA هياخد NO3 ويطلع لي NaNO3 sodium nitrate طب والباقي Ag هياخد Cl ويديني AgCl silver chloride white precipitate بكده نكون خلصنا الجزء الثاني من lesson 1 اتكلمنا على ايه المره دي؟ Substitution Reaction والتايبس بتاعته والexamples اللي عندي. طيب ايه هو الانواع بتاعتي؟ احنا قلنا Simple Substitution Reaction It's Metal Substitution of Hydrogen وMetal Substitution of Another One of Its salt Solution. والMetal Substitution of Hydrogen يا يعني اما الهيدروجين موجود في الوتر او موجود في الاسيد. وكمان النوع الثاني اللي هو double Substitution Reaction Between what؟ Between Acid or Alkali أو between two salts, أو between acid and salt. تعالوا نشوف سؤال علشان نفهم مع بعض الجزء ده ونقيس إذا كنا فهمنا ولا لا. تعالوا نشوف السؤال بيقول إيه. Complete the following equation: space plus 2 HCl give us 2 NaCl plus H2O plus what؟ المعادلة الثانية: Mg plus space give us ماغنيسيوم سلفيت لو الام جي 4 بلس سي يو والسهم اللي تحت ده معناه ايه بريسيبيتيت اوعى إيه حد ينسى الحاجات الصغيره والسيمبلز الصغيره دي وهنشوف الاجابه بتاعت السؤال ده الجزء اللي جاي ان شاء الله من الدرس سلام ميتاجين ثانك يو اند جود باي لمزيد من الاسئله حل تدريبات كتاب الاضواء وتدريبات بنك الاسئله من خلال اللينك الموجود على الشاشه ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع او ابلكيشن الاضواء واضغط على اسال مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الاضواء